أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. الحكومات المتعاقبة على حكم العراق دأبت على رفع الشعارات البراقة والظهور بمظهر الإنسانية، لكن واقع الحال يكشف عن الكم الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان. حكومة الكاظم الجديدة ومن قبلها من حكومات الاحتلال تخط لنفسها خطا واحدا لا ينفك في مساره عن الإغالي في الانتهاكات الإنسانية. المنظمات الدولية والمحلية وثقت الاكتظاظ الحاد في السجون العراقية التي تفتقر بشدة إلى الظروف الصحية، فضلا عن طريقة انتزاع الاعترافات بالقوة، وطالبت الحكومة في بغداد بالتحقيق في قتل المتظاهرين منذ تشرين الأول عام 2019، بالإضافة إلى استمرار منهجية قمع التظاهرات السلمية المطالبة بحقوق مشروعة. لماذا تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؟ وكيف ينظر القانون الدولي والمجتمع الدولي إلى ما يجري فيه من انتهاكات؟ مشاهدينا الكرام، هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة اليوم تحت عنوان حقوق الإنسان في العراق واستمرار سطوة الأحزاب. نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، وكذلك أيضا بتعريف الضيوف الكرام في هذه الحلقة. تتوالى الحكومات على حكم العراق واحدة تلو الأخرى بشعارات براقة ظاهرها الإنسان أولا وباطنها انتهاك حقوق الإنسان إلى حد لا يمت للإنسانية بصلة. باكورة أعمال حكومة الكاظمي في أيامها الأولى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين والمتظاهرين بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، والذي قال إن هذه الجرائم تعد انتهاكا خطيرا في فترة زمنية محدودة، لا سيما بعد تعهد الكاظمي احترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين. أما الهجوم على قرية الذيبان في قضاء أبو غريب الذي كان ضحيته 9 أفراد سقطوا ما بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء، فهو انتهاك من نوع آخر بتنفيذ مجزرة بالقرب من أحدى أكبر السيطرات الأمنية في بغداد وفي فترة حظر التجوال، وتزامنا مع تهديدات زعماء ميليشياويين بإطلاق فرق الموت من جديد. وبحسب هيئة علماء المسلمين فإن هذا الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا لإعادة فرق الموت. منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت الاكتظاظ الحاد في السجون العراقية التي تفتقر بشدة إلى الظروف الصحية، فضلا عن طريقة انتزاع الاعترافات بالقوة، وطالبت الحكومة في بغداد بالتحقيق في قتل المتظاهرين منذ تشرين الأول عام 2019، وإن على السلطات أن تحدد وتعلن عن الجماعات والقوات التي شاركت في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين وتحديد مكان المخطوفين والمفقودين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت إن حكومة الكاظمي تحاول كسب بعض الوقت بمحاولة استرضاء الحراك الشعبي والظهور بمظهر الجاد بإنهاء دائرة العنف ضد المتظاهرين، لكن هذه المحاولات وغيرها باءت بالفشل، فحكومة الكاظمي بدأت سجلها بانتهاكات حقوق الإنسان التي كان بضمنها إصابة 50 متظاهرا في هجوم للقوات الحكومية وميليشياتها على ساتر جسر الجمهورية في بغداد، وإعطاء الضوء الأخضر للميليشيات باقتحام ساحات التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين. بداية مشاهدينا الكرام، مرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم معنا عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك دكتور أيمن العاني. وأيضا أرحب بالإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، ينضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ زياد مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أرحب أيضا بالسيد عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ينضم معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ عمر الفرحان مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، الحكومات المتعاقبة على حكم العراق دائما ما تظهر بأنها حكومات مطبقة للديمقراطية وتظهر بالمظهر البراق، الشعارات، الحفاظ على حقوق الإنسان، منح المواطن العراقي كل شيء وكل ما يستحقه، ولكن
لا نرى يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، منهجية انتهاك حقوق الإنسان مستمرة وخاصة ما يجري الآن على الساحة. كيف تراقب وكيف تابعت منهجية العملية السياسية منذ احتلال العراق مع حقوق الإنسان العراقي؟ مرحبا مرة ثانية بك وبالمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. هذا التقرير الحقيقة الذي يعني بدأتم به البرنامج هو تقرير دقيق يصف الحالة في العراق. حقيقة هذه العملية السياسية هذه عملية مبنية على الطائفية السياسية التي يراد منها تمزيق المجتمع العراقي وتفتيته وتجزئة الوطن. هذه العملية السياسية وهذه الحكومة الثامنة من حكومات الاحتلال المتعاقبة كلها تطلع اطلاعا كاملا بتكريس الطائفية في العراق. منذ أن بدأت هذه الحكومة الثامنة عملها والمراقب حتى الناظر إلى المشهد العراقي فضلا عن المراقب يرى أن هذه الحكومة ماضية في تكريس الطائفية. نعم. إن تكلمت عن الإرهاب تكلمت عن داعش فقط. إن أصابت القتل وأصابت المناطق التي هي ذات طبيعة يعني غالبية سنية. فهذه أول مهام الحكومة الحالية هي إذكاء الطائفية من جديد التي قبرتها ثورة تشرين، محاولات إذكاء هذه الطائفية لأنهم يعلمون جيدا يعلمون يقينا أن لا مكان لهم في العراق إذا انتهت الطائفية وقبرت وما فعله الشباب العراق الجديد في ثورة تشرين هو يعني هز حقيقة هز أركان هذه العملية السياسية وفرض عليها الخنوع، لكنها حقيقة يبدو أنه ماضية في هذا التنفيذ لأنها بطبيعة الحال مرتبطة ببرامج خارجية وليس لها علاقة بالوطن أو المواطن. نعم. ابقى معي دكتور أيمن العاني لو سمحت. أرحب بالإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري من فيينا مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ زياد. من المستفيد؟ هل هناك جهات دولية إقليمية مستفيدة من استمرار عملية أو استمرار منهجية انتهاكات حقوق الإنسان على مرأى من المجتمع الدولي منذ العام 2003 وهذه المنهجية مستمرة، هذه الأساليب متواصلة الآن يدفع ثمنها الشعب أو ثمنها الشعب العراقي، سواء كانت هذه الانتهاكات داخل السجون أو خارج السجون، بحيث أصبح العراق بحسب وصف الكثير يعني الكثير من الجهات الوطنية أنه أصبح سجنا كبيرا يعامل فيه الشعب العراقي باضطهاد وب يعني انتهاك لكل حقوقهم. نعم أخي العزيز، تحياتي لك دكتور سمير ولضيفك الكرام ولكل متابعي قناة الرافدين وبرنامجكم الذي دائما ما يلامس القضايا التي تخص الساحة العراقية. نعم، بعد 2003 تحديدا وعندما بدأت قوات الاحتلال الأمريكي دخول العراق وبعد أشهر قليلة بدأت حملات انتهاكات حقوق الإنسان التي جلبها المحتل وجعل منها منهج ثابت لمن يحكم من بعده من الطبقة السياسية في داخل العراق، فاستخدم كل الأحزاب والمعارضة العراقية التي كانت في الخارج وهم من اللصوص والمختلسين وقطاع الطرق والميليشيات والقتلة والمجرمين والخونة وجعلهم في سدة الحكم في داخل العراق. هؤلاء دأبوا خلال فترة المعارضة على عمليات تفجير مثل مستنصرية، تفجير السفارة العراقية، مثل حزب الدعوة في بيروت. هؤلاء هم مجرمين قتلة، منهجهم القتل والتدمير والتخريب والتفجير. لذلك عندما تولوا الحكم في مجلس الحكم تحديدا وعندما تم اختيار المكونات على أساس طائفي وعرقي بدأت انتهاكات حقوق الإنسان، ثم فصل
الوقف السني والشيعي وكذلك تكريس الطائفية، بدأت تكريس لعملية ممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان في داخل العراق. هناك خروقات مستمرة تحدث في كل يوم في السيطرات، في دوائر الدولة، في الشرطة، في الجيش، في ولكن هناك انتهاكات جسيمة أيضا، وهي الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب حدثت في العراق من بعد 2003، حدثت في كل المحافظات العراقية، نتحدث عن الجنوب والوسط والمناطق الغربية وشمال العراق وفي كل المناطق. هذا ما أفرزه الاحتلال الأمريكي عندما وضع هذه المنهجية، وهو ما دائما نتحدث به بأن ما يحدث الآن هو مدروس ومخطط له، عكس ما يريد البعض أن يصورها بأنها عبثية وأشياء تحدث بدون تخطيط ملموس، وإنما بالعكس تماما كل ما يحدث الآن. هذا الوضع في سؤالك الجزء الثاني، ما المستفيد؟ هو الحقيقة مستفيدة منه كثير من الدول. العراق اليوم مغيب عن الساحة الإقليمية، لا يستطيع أن يحل مشاكله الداخلية، فكيف يمكن أن يحل مشاكله الإقليمية؟ القرار العراقي غائب، الدول تعبث في أمن العراق، وهنا نتحدث عن إيران التي تغلغلت في داخل العراق وهي تنتهك تمارس انتهاكات حقوق الإنسان في داخل العراق، مما يؤدي إلى ازدياد نفوذها، وهو ما حدث في المحافظات الجنوبية ثم في العاصمة بغداد. وبعد 2014 بما يسمى احتلال داعش لثلثي العراق، استطاعت أن تدمر وتحتل مدن كبيرة وارتكبت فيها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وتغيير ديموغرافي حدث في صلاح الدين والأنبار والموصل وكثير من المحافظات الأخرى. كذلك هناك قوات أخرى من دول مجاورة لعبت مثل تركيا، الحقيقة هناك كثير من الدول لها مصالح بأن يبقى العراق تحدث فيه انتهاكات جسيمة، كذلك حتى القوات الأمريكية التي ارتكبت جرائم بشعة في أبو غريب، في سجن أبو غريب، وظهرت في وثائق ويكيليكس الكثير من الجرائم والقتل. والحقيقة كنا عندما كنا في العراق كنا حريصين على إظهار ممارسات القوات الأمريكية بحق المواطنين في كل المحافظات العراقية، وأخص منها محافظة نينوى التي كنت أقطن بها، حيث أظهرت القوات الأمريكية وهي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء، وقامت بقتلهم بدم بارد بدون أسباب. وهذه موثقة وأرسلناها الحقيقة لقناة الرافدين والكثير من القنوات الأخرى، ولذلك تم مطاردة وقتل الكثير من الإعلاميين، وهذه أيضا من انتهاكات حقوق الإنسان، مطاردة الإعلام والإعلاميين. وعلى عل ما حدث اليوم عندما تم اقتحام قناة MBC العراق في بغداد من قبل مجموعة ميليشياوية وتحطيم المكتب، هذا أيضا انتهاك لحقوق الإنسان. الحقيقة هو منهاج ثابت منذ 2003 وحتى يومنا هذا. طبعا تتعدد صور انتهاك حقوق الإنسان بأشكالها المتعددة، ومن ضمنها أيضا تكميم الأفواه، وهذا الأمر لاحظناه في أن كل الأحزاب توجه أتباعها لاقتحام مؤسسات أو اقتحام مؤسسات إعلامية، تحاول زجر هذه المؤسسات أو تكميم أفواه الأصوات التي تخرج وتفضح ما جرى ويجري في العراق. سأعود إليك مرة أخرى وهو موضوع مهم أستاذ زياد السنجري. طبعا أرحب أيضا بضيفي السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من عمان. أستاذ عمر مرحبا بكم، يعني ذكرتم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعني استهلتها أو بدأت بها حكومة الكاظمي، التي حاولت بحسب صحيفة فاينانشال تايمز كسب الوقت في يعني استرضاء الحراك الشعبي والظهور بمظهر الذي يريد أن يوقف دوامة العنف في العراق ومحاولة استرضاء الحراك الشعبي. وصفتم الانتهاكات التي بدأتها حكومة الكاظمي بأنها انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان باستهداف وإصابة 50 متظاهرا من على ساتر جسر الجمهورية في بغداد. يعني من وجهة نظركم يعني كيف تصفون ذلك من الناحية القانونية؟ نعم، يعني هذه الأعداد ازدادت اليوم بوتيرة العنف التي تشهدها المحافظات المتبعة في بغداد وفي محافظة الديوانية، فزاد عدد
المصابين في هذه الى حد هذه اللحظه اكثر من 55 شخص، حيث تم الاعتداء على المتظاهرين في محافظه واسط واصابه 5، فضلا عن اعتقال العشرات ومنهم 3 محامين ومتظاهر ناشط في محافظه الديوانيه. هذه الاعداد تضيف سجلا اخر للانتهاكات التي ارتكبتها حكومه الكاظمي خلال هذا الاسبوع، والتي تعدت الى اكثر من 15 انتهاكا خلال فتره حكمه. لا تتعدى تصريحات او افعال الكاظمي سوى التصريحات الاعلاميه التي يريد منها ان يسترضي او يستجلب يعني مشاعر، ويعني يريد ان يلفت الانظار اليهم خلال هذه التصريحات وهذه الافعال الساحات والمتظاهرون في المدن المنتفضه. وبالتاكيد ان هؤلاء المنتفضون يرون ان هذه التصريحات هي تصريحات مسيسه، انها تصريحات غير واقعيه وانهم غير جادون. والى الان لم تصدر هناك اي او لم نرى اي واقع ملموس من خلال هذه التصريحات من اطلاق سراح المتظاهرين. ولدينا يعني في المركز العراقي مناشدات لاكثر من 10 اشخاص الى الان مسجدون في المحكمه الجنائيه المحليه في الرصافه، يناشدون الحكومه ويناشدون القضاء بان هنا يعني هم موقوفون الى الان على ذمه يعني فقط من يخول او يقبلهم بعدم الخروج مره ثانيه الى التظاهرات، وهذه جرم يعني لا يمكن المعاقبه عليه ولا يمكن ان تدخل في ضمن اروقه المحاكم، لان حريه التعبير وحريه التظاهر وحريه الرأي السياسي كلها. إذن لماذا يعني خرج يعني متعاقدا الكاظمي بأنه يحترم التجمع، الحق في التجمع السلمي وأيضا التعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين، بينما تقوم الميليشيات والقوات الحكومية بقمع المتظاهرين على الأرض؟ هي محاولة منه للانضمام في العيون، ويعرفون تماما أن أي حكومة يعني سواء شكلت او تريد ان تشكل او التي شكلت في السابق انها غير مقبوله جمله وتفصيلا من قبل المتظاهرين، وان المتظاهرون هم يعني الى الان مصرون على استبداد العمليه السياسيه وانهاء المحافظة الطائفيه وانهاء الانتهاكات ويعني اذهاب جميع الوجوه التي حكمت العراق منذ عام 2003 والى اليوم. لو سمحت ابقى معي استاذ عمار. هي من جلبت هذه الويلات للمجتمع العراقي. نعم. ولا يمكن باي حال من الاحوال القبول باستمرار هذه العمليه السياسيه، سواء تعهد الكاظمي او تعهد العبادي او تعهد عبد المهدي، فكلهم يسيرون وفق خطه ممنهجه ووفق خطه مكتوبه سلفا لانهاء التظاهرات بضرب وقمع الشعب العراقي وفي تحت مظله القانون وبالادب. وبالتالي الدوله يجب عليه يعني تنتبه الى هذه الخطوره، حيث ان هذه الانتهاكات كلها تجري تحت مرأة ومسمع المجتمع الدولي وإلى الآن لم يحرك. في هذه النقطة اسمح لي أستاذ عمر الفرحان ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أنا أنتقل إلى الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. يعني تحدث الأستاذ عمر الفرحان عن موضوع المجتمع الدولي وصمته، أو ربما البعض يقول إنها مشاركة للمجتمع الدولي فيما يجري من انتهاكات ضد العراقيين، يعني تتعدد صورها سواء كانت بالإخفاء القسري أو بالتعذيب داخل السجون أو باغتيال الناشطين أو يعني اغتيال النخب المجتمعية وتكميم الأفواه. الكثير من الانتهاكات التي ترتكب ولا زالت حتى المقابر الجماعية موجودة تكتشف هنا وهناك خلال هذه المرحلة، ومنذ عام 2003 هي مستمرة. القانون الإنساني والدولي أستاذ دكتور أيمن العاني، كيف ينظر إلى القضاء في العراق، إلى القانون في العراق، إلى هذه الانتهاكات المستمرة؟ الكريم، هذه هي المشكلة المركبة في العراق، أنه المجتمع الدولي هو مشاركة كاملة لما يحصل في العراق، لأنه فرض هذه العملية السياسية التي فرضها الاحتلال، والاحتلال كما هو معلوم هو كان قوات
دولية عالمية تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا. هذه المشكلة المركبة في العراق، أن هذا المجتمع الدولي متورط بهذه الجرائم. يعني إذا أصبحنا نتكلم بالدبلوماسية فنقول بعض المجتمع الدولي هو صامت عما يحدث في العراق، لكن هو بالمطلق هو مشارك لأنه يفرض هذه العملية السياسية، وهو يعلم جيدا أنه على العراق التزامات كثيرة فرضتها الاتفاقيات الدولية والصفوف الأممية التي قدمتها حكومات العراق المتعاقبة. ما هو الأمر؟ ليس في التوقيع والاعتراف، إنما الأمر في تطبيق هذه الاتفاقيات وفي تطبيق هذه القوانين وبتناغم القانون الوطني مع القانون الدولي وفرض تجريم. يعني تخيل، إلى الآن الاختفاء القسري في العراق ليس مجرما، إلى الآن يجري قتل المتظاهرين السلميين على الهواء مباشرة، ووجه الجنات واضح جدا، ولم يساءل احد ولم يتم ايقاف احد، حتى يعني حتى الصغار المنفذين لم يساءلوا في هذا الموقف. لدينا اكثر من 600 شهيد في التظاهرات، واليوم لا يوجد اي تحقيق فيه حسن نية من قبل الحكومة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة المرتكبين. هذا كله حقيقة يفرض على المجتمع الدولي أن يصف هذه الحكومة، هو وصفها بالفاشلة، وصفها بالفاشلة، لكنه لم يصفها بالمارقة. يعني هي اليوم تثبت على نفسها أنها حكومة مارقة ليست معنية بتنفيذ الاتفاقيات أو القوانين الدولية التي فرضتها هي على نفسها. معلوم لدى الجميع أن هذه المعاهدات والاتفاقيات هي أمور طوعية، فدخول العراق فيها، لكن عندما تدخل يبدو يكون على هذه الحكومات، إن كانت هي حكومات تحترم نفسها، التزامات قانونية ناهيك عن الأخلاق منه. فهذه هي المشكلة المركبة، والمجتمع الدولي يصر على دعم هذه الحكومات سياسيا ويسوق لها في الأوراق الدولية والأممية، وكأن الأمور ستنصلح، وكأننا وهذه كلها حلقة مفرغة منذ 17 سنة، والشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا من دمائه ومن مستقبله، والمجتمع الدولي غير معني. كما تفضل ضيفك من فيينا انه المجتمع الدولي يريد ان تبقى هذه الحاله في العراق، يريد ان تستمر الانتهاكات في العراق، يريد ان لا يتمتع العراق بوضعه الطبيعي في المنطقه، لانه يعلم جيدا انه دوله يعني استراتيجية ولها ثقلها، لكن مع الأسف الشديد هذا هو واقع الحال، وهذه هي نتيجة كما يعني التغاضي المجتمع الدولي عما يجري في العراق، وإلا هذه الإحاطات الأممية يعني فيها من التغاضي وفيها من المجاملة وفيها من الأمور الكثير الكثير. يعني الأمور حقيقة تخرج عن إطار الدبلوماسية، الأمور يبدو أنها أمور يعني مخطط لها، أنها أمور متفق عليها، وإلا ماذا يعني أنه الجنات طليقون والضحايا أصبحوا تحت التراب ولا أحد ولا بكاة لهم كما يقولون. واليوم هذا هو الواقع في العراق، والمجتمع الدولي يعني أؤكد هنا أنه مشاركة كاملة فيما يجري، لأن عليه مسؤولية، والكل يعلم أن الحكومة لو لم تلقى دعما خارجيا لما بقيت ساعة واحدة. نعم،
شكرا لك دكتور. سيد زياد السنجري، طبعا هناك تهديدات من زعماء ميليشياويين أطلقوا الكثير من التهديدات، من ضمنها إطلاق فرق الموت من جديد. هناك تحذيرات من الكثير من الجهات الوطنية العراقية من عودة هذه الميليشيات وفرق الموت من جديد خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، خلال هذه الظروف الحساسة من جائحة كورونا والظروف الصحية في ضوء انهيار جميع البنى التحتية، في ضوء يعني حتى مطالبات شعبية مقموعة ولا زالت تقمع، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر، من أي زاوية تنظر إليها؟ نعم أخي دكتور سمير، لا شك بأننا سمعنا تهديد مقتضى الصدر بأن جيش المهدي هو الفصيل الأكثر دموية في العراق والذي قتل الكثير على الهوية وفي فترة الطائفية، هو فصيل مجمد وليس محل، يعني ممكن إعادته حسب الطلب. طبعا هناك أيضا فصائل كثيرة مثل العصائب والنجباء والكثير من الفصائل، لدينا أكثر من 100 فصيل في داخل العراق، ولكن كل هذه الفصائل هي فصائل لديها مهام ثابتة ومركزة بناء على تعليمات، وهي طبعا الفساد والسرقة ولعب مقدرات المواطنين والسيطرة على مناطق الأموال والآبار النفطية والموانئ والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عمليات القتل والتغيير الديموغرافي وانتهاكات حقوق الإنسان. تستغل فترة حظر التجول لتنفيذ ذلك؟ الحقيقة تم ذلك، يعني نحن نتحدث عن من الذي يقتل المتظاهرين الآن في ساحة في أبو غريب، يعني هذا حصل يعني في أبو غريب في قرية الذيبان بقضاء أبو غريب، ليس في أبو غريب فقط، حتى الذين في الصحراء عندما يقومون بعمليات لمطاردة فلول داعش يعتدون على الرعاة ومربي الأغنام وكل من يقع تحت أيديهم. هم منهجهم الحقيقة هو القتل وترويع الناس، فهذا الأمر يعمل على ديمومة هذه الميليشيات، يعني قوة هذه الميليشيات وقوة هذه الفصائل المسلحة مستمدة من حالة الرعب. يعني نتحدث كتب التاريخ، كلنا قرأنا عن المغول وكيف هم سفكوا الدماء وقتلوا ودمروا المدن، هؤلاء لا يقلون عن المغول الذين يقتلون يكتسبون القوة والصيت مثل تنظيم داعش، يكتسب القوة والصيت بالقتل وقطع الرؤوس وإلى آخره من الأمور، ولكن بالمحصلة النهائية هو دمر المكون الذي يدعي أن يدافع عنه. وكذلك حتى هذه الميليشيات اليوم عندما تقاطعت مصالحها مع أبناء شعبنا وأهلنا في جنوب العراق، ما الذي فعلوه؟ 1000 إنسان قتلوا في بغداد وفي بقية المحافظات من المتظاهرين، إذن هم لا حرمة لهم لأي دماء، كان سنية أو شيعية أو غيرها. هذه الفصائل وهذه الميليشيات همها الوحيد تثبيت النفوذ الإيراني وتثبيت قادتها وقادة أحزابها والطبقة السياسية الحاكمة الآن في العراق التي تشرع لهم ما يحدث الآن عبر فتاوى دينية أو عبر قوانين يسنها البرلمان، مثل ما قرر قانون الحشد وكذلك الميزانيات المخصصة. يعني اليوم الذي يقتل بأموالنا، يعني يقوم بقتلنا من ميزانية الدولة العراقية، يتلاعبون بمقدرات الشعب العراقي وينتهكون حقوق الإنسان في داخل العراق بأموالنا. حتى القوانين التي وضعت في زمن النور المالكي 1/4 إرهاب في حق المكون السني، طبعا 1/4 سنة، كذلك الأمر يعني كل السلطات التي تنفذ هي تنفذ بأموال عراقية. إذا السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية الحقيقة كلها تدور بهذا الفلك. اليوم القوة على الأرض لتلك الميليشيات التي تنتهك حقوق الإنسان في كل المحافظات العراقية في حال تقاطع مصالح تلك الفصائل مع أي جهة ممكن في العراق تكون عدو لها، وممكن أيضا قتلها وترويعها وعمليات تغيير ديموغرافي.
يعني في العراق اليوم نتحدث عن جوف الصخر، هذا انتهاك كبير لحقوق الإنسان عندما يهجر أكثر من 50,000 إنسان بدون ذنب وبدون تهمة، عندما يغيب آلاف المعتقلين ولا نعرف عنهم شيء في سجون سرية مثل الصقلاوية وأهلنا في الفلوجة في عمر وغيرهم من المناطق هذه، كل المقابر الجماعية التي تم العثور عليها ولم تطأها داعش وهي مراكز التي كانت تسيطر عليها فصائل الحشد في محافظة الأنبار، هذه جرائم حرب كبرى تعتبر. بكل تأكيد سيأتي اليوم الذي يمكن، والآن الحقيقة هناك الكثير من المؤسسات المستقلة التي تقوم على توثيق تلك الجرائم ويجب الاقتصاص من هذه الفصائل وهذه الجهات، وهذا بذلك الوقت الكل سينأى بنفسه عن ما يحدث الآن في العراق، لكن نقول لهم أنتم واهمين، فإن كانت تلك المؤسسات لا تعبر بصورة تامة فهناك مؤسسات عالمية ذكرت تلك المسائل، هيومن رايتس ووتش ذكرت أن المفقودين فقط في العراق منذ 2014 ما بين 250 إلى مليون إنسان، وهو أعلى معدل رقم مفقودين في كل العالم. يعني نتحدث عن جرائم وأركان جرائم متكاملة، أركان جرائم حرب، أركان انتهاكات كاملة في حقوق الإنسان. العراق يتصدر هذا الملف بكل جدارة عبر هذه الميليشيات وهذه الطمة السياسية الفاسدة التي تبرر لتلك الميليشيات كل ما يحدث اليوم في العراق، وقتل كل الأصوات وتكميم كل الأفواه التي تريد لها حياة كريمة وحياة بسيطة وحياة فيها أبسط معايير حقوق الإنسان. ونجد أن السلطات لم تحدد وتعلن عن حتى الجماعات والقوات التي شاركت في عمليات القتل، ولم تحاسب مسؤولين، لم تقم بإيقاف مشروع التغيير الديموغرافي. كل هذه قائمة على قدم وساق منذ عام 2003. أستاذ زياد، سأعود إليك مرة أخرى إن سمحت لي. تحول لي السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. تحدث الدكتور أيمن العاني عن أن ارتكاب الجرائم في العراق أصبح علنا وبوجوه مكشوفة، لا خوف من عقاب، قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وانتهاك حقوق الإنسان أمر علني أصبح، وكذلك ما يجري على صعيد التغيير الديموغرافي أمام مرأة ومسمع العالم. وكما تحدث الأستاذ زياد أن عمليات الانتهاكات أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وكل ما يجري هو على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي، وتحدث الدكتور أيمن عن أن المجتمع الدولي هو مشارك بالفعل. نتحدث أستاذ عمر عن أسلوبكم في التوثيق في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وهو مؤسسة معنية بذلك. يعني ما هو أسلوبكم في التوثيق للوقوف على هذه الجرائم وعلى الأقل وضع حد لمرتكبها؟ نعم، يعني هناك عدة طرق في الجرائم، منها ما يقوم يحصلون في المركز العراقي جرائم حرب في الداخل من المتابعة في المحافظات العراقية، فضلا عن ورود المعلومات من بعض المصادر الخاصة والمصدر الخاص يأتينا من المدنيين، لا نسمع هؤلاء، وبالتالي الكثير من الحالات استطعنا وصف هذه الحالات بشكل قانوني وبشكل مهني وبشكل دقيق، منها ما اعلناه يوم امس وجود هناك مقبره جماعيه في منطقه النهروان وتحديدا معامل الباوي جنوبي بغداد. هذه المقبره تضم العشرات من المدنيين الذين اختطفوا من مناطق حزام بغداد، وهي هذه المنطقة قريبة من مقر عصائب أهل الحق في منطقة النهروان، وهذه المنطقة إلى الآن هي منطقة محمية من قبل هذه الميليشيات، وذكرنا الكثير والعديد من الانتهاكات التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات، فضلا عن يعني المعلومات التي جاءت من وجود 3,000 شخص من المتظاهرين كانوا متجددين في منطقة الثورة. هذه هي المعلومات جاءت أحد المتقدمين الذين أفرج عنهم الكفالة المالية، وقد ذكرناها في تقاريرنا.
هناك العديد من التوثيقات المهمة والتي خاطبنا فيها الجهات الدولية، وهناك تواصل دائم مع اللجنة المعنية للاختفاء القسري، اللجنة المعنية بالمقابر الجماعية، اللجنة المعنية بالتعذيب، لدينا تواصل دائم مع هذه المنظمات الدولية، فضلا عن هناك استشارات من قبل المنظمات الدولية في تحديد هذه الانتهاكات وكيفية توثيقها. الكثير من وسائل الإعلام المعنيون بحقوق الإنسان لدينا عمل مشترك معهم، والحمد لله بفضل المصداقية جاءت تسلم في ظروف العمل العراقي خلال هذه السنين الأخيرة من توثيق دقيق لهذه الانتهاكات، أصبح مصدر مهم في المعلومات سواء في المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية. ابقى معي أستاذ عمر الفرحان، وهناك ربما خلل بسيط في الصوت، هناك عدم وضوح في الصوت، سنحاول ربما الاتصال بك مرة أخرى أو إعادة الاتصال بحضرتك أستاذ عمر الفرحان. بالعودة إليك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، هناك هجوم دكتور أيمن حصل على قرية الديبان في قضاء أبو غريب، راح ضحيته 9 أفراد سقطوا ما بين قتيل وجريح من بينهم أيضا أطفال ونساء، هو انتهاك أيضا لحقوق الإنسان، نفذ يعني بالقرب من إحدى أكبر السيطرات الأمنية في بغداد. نلاحظ أن الظروف التي يمر بها العراق الآن هي ظروف ليست بطبيعية، يعني كما العالم يمر بظروف من حظر تجول وظروف اقتصادية صعبة، وخاصة يعني العراق الذي يئن ويعاني من سطوة الأحزاب، هل تعتقد أن المرحلة المقبلة ربما ستكون هناك خطوات من قبل هذه الأحزاب لتنفيذ ربما مجازر معينة بحق العراقيين؟ في التنسيق الحكومي الشياوي يستفق دماء العراقيين ماضا ومع الأسف الشديد يعني سيبقى ويستمر مع هذه العملية السياسية المبنية على الفائدية وعلى تقسيم الكعكة كما يقولون، والتشارك والتكافل في الفساد والجريمة، وهذا هو ما يكرس الجريمة حقيقة في العراق، لأنه الإفلات من العقاب هو السائد. لا يوجد، أنا أتحدى، لا يوجد أي تحقيق حقيقي في موضوع القتل خارج القانون في العراق، لا توجد تحقيقات لآلاف القضايا من هذا القبيل، لا توجد تحقيقات في قتل خارج القانون لمحامين ولأطباء ولأكاديميين، فضلا عن الناس الشعب العراقي الناس البسطاء فيه. هذا كله يعني أن الحكومة متورطة في هذه الأعمال، الحكومة ضالعة حالها، لأنها متكونة، هي هذه الحكومة تتشكل من ميليشيات، والميليشيات أخي العزيز لا يمكن أن يعني تلتزم بقانون، هذا معروف، لأنه لو كانت تلتزم بقانون لما أصبحت ميليشيات. فهذه هي المشكلة، العصابة لا تكون حكومة، لا تكون دولة، فهنا المعضلة، لأنه أصل الشيء قادم من هذه النماذج السيئة التي ابتلى الله بها العراق، لكن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، المجتمع الدولي أكرر يساند، لأن هذا يعني الكيد المكيالين أو الازدواجية، ازدواجية المعايير، يساند العصابات القائمة في العراق، لكنه بنفس الوقت تراه في موضع آخر أو في بلد آخر يساند الأمور الأخرى، فهذا كله معني بطبيعة الاتفاق الذي يعني، وهذه الجريمة أعود إليها التي حصلت في أبو غريب، حقيقة هذه يعني هذه الأساس في تعريف طبيعة الحكومة الحالية، لأنها
جريمة حصلت أمام أنظار القوات الحكومية المدججة بالسلاح والتي تمتلك كل أجهزة الرصد والتوثيق والتصوير بحق هذه الجريمة. يعني الإشارة هنا دكتور أيمن، يعني أصبح يعني نفذت هذه الجريمة خلال فترة حظر التجول، وبعد أن أطلق زعماء ميليشياويين تهديدات بعمليات القتل أو إطلاق فرق الموت. بالضبط، يعني هذه يعني هذا دليل على أنه هذه الحكومة أولا حالها حال الحكومات التي سبقتها، ثانيا هي ماضية في تكريس الطائفية ماضية، وهذه هي تذكرني فيها السامع والمشاهد، هذه الحكومة ماضية في تكريس الطائفية لأنها تعلم أنه بدون الطائفية ستنتهي العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال، وهذا حتى الأطراف الدولية معنية ببقاء هذه العملية. وإلا كيف اليوم يعني منذ مطلع تشرين أول الماضي إلى اليوم من غير التظاهرات التي سبقتها وعشرات التظاهرات والحملات الشعبية التي سبقتها، أين المجتمع الدولي من الإرادة العراقية التي سجلها الشباب العراقي الواعي الذي يرفض رفضا قاطعا الهيمنة الخارجية ولا سيما الإيرانية والأمريكية، والذي يرفض أن تظل هذه الوجوه المتحكمة في العراق والتي عاشت في الأرض قتلا ودمارا وفسادا وإهلاكا للحرب والنسل. وإلا ماذا يعني اليوم إحنا لدينا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادات جماعية، أين المجتمع الدولي من هذا كله؟ يعني إذا المجتمع الدولي غير معني فإذا هو غير مؤهل أصلا. يعني هي أصلا احتلال العراق أثبت أن المجتمع الدولي غير مؤهل لأن يكون منظومة دولية يبعث على التوازن الدولي، وإلا اليوم كل هذا المصائب والجاني يعترف اليوم ترامب وغير ترامب يعترفون أنه أخطاء فادحة ارتكبت في العراق وأخطاء كبيرة في العين. مع ذلك هم عملية دعم الحكومات حكومات المنطقة الخضراء مستمر إلى الآن دكتور أيمن العاني. هذه هي الكارثة. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور أيمن العاني، سأعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذ زياد السنجري، أستاذ زياد، يعني الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية تحدثت ووثقت الانتهاكات التي تجري في العراق والكثير من التقارير التي صدرت، سواء طبعا هذه تقارير متنوعة فيما يتعلق بالسجون، يعني انتزاع الاعترافات من المعتقلين بالقوة والتعذيب، وكذلك الكثير من الفضائح التي خرجت إلى العنان في بهذا الشأن، ناهيك عن موضوع المقابر الجماعية التي تكتشف بين فترة وأخرى هنا وهناك في أطراف بغداد، وكذلك عمليات القتل على يعني على الموقع الجغرافي أو على مشروع ما يسمى بالتغيير الديموغرافي أيضا في منطقة جرف الصخر وكذلك في الكثير من المناطق على أطراف بغداد. هنا السؤال، يعني هذه المنظمات طالما ما تطالب الحكومات بضرورة الكشف عن الجهات التي تقوم بعمليات القتل أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، يعني ظهرت لنا حكومة مصطفى الكاظمي وهذه البهرجة الإعلامية، و دائما ما يظهر في الصور وفي الاجتماعات وتسليمه الشارة على أنه سيقوم بواجباته ومسؤولياته أو مسؤوليات حكومته على أكمل وجه في العراق. المرحلة المقبلة، هل تتوقع أن يقوم مصطفى الكاظمي أو حكومة مصطفى الكاظمي بتقديم الميليشيات إلى العدالة أو تقديم من تسبب بقتل المتظاهرين على الأقل إلى العدالة وبالتعاون مع القضاء العراقي؟ من الذي أتى بالكاظمي؟ من الذي نصب الكاظمي؟ عندما تعرف من الذي نصب الكاظمي والمالكي والجعفري
وكل رؤساء العبادي علينا أن نعلم من الذي نصبهم، ونفس الشخص ونفس الجهة ونفس المجموعة ونفس الطبقة السياسية. فهل يمكن الكاظمي الذي تحدث اليوم في مقابلة أو في جلسة تحدث عن التاريخ الإسلامي وصدر الإسلام وعن جلجامش، فما علاقة جلجامش في صدر الإسلام؟ كذلك الجعفري عن قمقم، وكذلك المالكي عن معركة يزيد، واليوم يقول نحن معركة هؤلاء الأشخاص هم مبرمجين ذات عقول ساذجة، ذات عقليات طائفية، شخصيات بقيتة استولت بعقلية المافيات والعصابات على مقدرات البلد. لا يمكن لشخص منتهك للقانون العراقي وهو جاسوس لدى الأمريكان ثم ترقى إلى مدير مخابرات ثم رئيس وزراء يمكن أن يطالب بحقوق المتظاهرين، لربما تنطلي على بعض أهلنا البسطاء في العراق، ولكن مع مرور الوقت شاهدنا هذا الكاظمي الذي يطالب بحقوق ودماء المتظاهرين اليوم هو من يرتدي زي الحشد الشعبي ويقول لهم بالنص أنا خادم لكم. هل يمكن لخادم أن يقول لسيده عليك أن أسج علي أن أزجك بالسجون لأنك قتلت المتظاهرين؟ المنطق يقرض نفسه أخي دكتور سمير، والمشاهدين الكرام الذين يشاهدون هذا البرنامج عليهم أن يحللوا وأن يتمحصوا ويستذكروا كل السياسيين الذين استولوا على الحكم بعد 2003 بما يسمى بالعملية السياسية عبر انتخابات مزورة، ومثل الدستور الذي تم تمريره تزويرا، وكذلك كل القوانين والدستور والانتخابات التي لم تأتي على هواهم في إحدى السنوات ثم انتهكوا القانون وهذه البرلمان وبصقوا على تلك القيم التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ونفسها هي الولايات المتحدة بصقت على قيمها والديمقراطية التي تتشدق بها. كذلك الكاظمي لن يختلف عن بقية الطبقة السياسية كونه عاجز ولا يستطيع الخروج عن العباءة الإيرانية، وكونه لا يستطيع أن يمرر أي مشروع أو أي قانون أو أي قرار إلا بموافقة البرلمان والكتل السياسية التي قامت بتنصيبه قبل مدة، وحيث شهدت حكومته ولادة مسخ عندما ساومته حتى اللحظات الأخيرة، ولحد الآن هو وزارته لم تستطع إكمال النصاب كون هناك عدد من الوزراء لم يتم تنصيبهم بحسب المحاصصة السياسية. هل شخص يتعامل بالمحاصصة السياسية يستطيع أن يجلب حقوق المتظاهرين؟ هل شخص مثل الكاظمي يستطيع أن يحاسب الذين قتلوا المواطنين في قرية أم الذيبان في أبو غريب؟ هل يستطيع شخص مثل كاظمي أن يحاسب القتلة الذين قتلوا عناصر من الحشد السني في كيشيفة قبل فترة، وكلنا شاهدنا عبد الكريم الشعلان وغيره من الشخصيات التي نشكرك شكرا جزيلا استاذ زياد السنجري. يبدو اننا فقدنا الاتصال او حصل قطع في السكايب استاذ زياد السنجري الاعلامي والصحفي العراقي. بالعوده اليك دكتور ايمن. دكتور ايمن، يعني مع استمرار العمليه السياسيه في العراق هل ستستمر الانتهاكات في حقوق الانسان؟ دليلا على ذلك على استمرار الانتهاكات، اليوم هذه الحكومه عاجزه عن اطلاق سراح محكومين حكموا باطلاق سراحهم، يعني هم محكومون وحكمهم اطلاق السراح. يوجد الان في السجون عشرات الالاف من هذه الحالات التي تماطل فيها ادارات السجون تنفيذ هذه القرارات لاكيد يعني معلوم السبب، لابتزاز المعتقلين الابرياء ماليا واستنزافهم واخضاعهم لهذه المخاطر بالبقاء في سجون تختصر لابسط مقومات الحياه في ظل ازمه كورونا، ولكن مع ذلك هي عاجزه اخي لانها متشكله من نفس البيئه، حتى ان كان فيها بعض المهنيين
إلا أن هؤلاء لا يستطيعون العمل، لا يستطيعون الأداء، لا يستطيعون أن ينفذوا خططا كانوا قد تعهدوا بها، لأنه هذه البيئة الميليشياوية التي ترزح تحتها الحكومات منذ 2003 إلى أن يفتح تحتها البلد، هذه الحكومات التي يرزح تحتها البلد منذ 2003 إلى اليوم لا يمكن أن تغادر هذا الوصف، ولا يمكنها أن تتغير وأن تلبس لباساً آخراً، لأن الضغوط الخارجية التي يعني تحرك هذه الشخصيات باقية ودائمة، ويراد لها أن تبقى ويراد لها أن تستمر، وإلا اليوم نحن أمام كم هائل من الانتهاكات. والله في كل محاور حقوق الإنسان، القتل خارج القانون، الاعتقالات التعسفية، النزوح، الوضع الصحي والبيئي، المرأة والطفل، التغيير الديمغرافي، الحريات، وضع الحريات الصحفية والرأي العام، هذه كل المحاور التي يشتمل عليها حقوق الإنسان هي منتهكة انتهاكات جسيمة في العراق، ولا أحد يتكلم عنها، والكل يريد إنعاش هذه الحالة في العراق لأنها تخدم مصالحه، وبعيدا كل البعد طبعا عن مصالح الشعب العراقي. وإلا ماذا يعني كل هذه التصرفات؟ حتى على صعيد التظاهر السلمي، القمع مستمر، الاعتداءات مستمرة، هنالك الكثير الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين. هل يجوز تجريم التظاهر السلمي؟ هل هناك حكومة تجرم التظاهر السلمي؟ هي هذه حقيقة الأزمة في العراق، وأكرر هنا أن المجتمع الدولي هو الذي يعطي الضوء الأخضر لهذه الحكومات، وهو الذي يبرر لها، وهو الذي يغض النظر ولا يزال ينظر إلى الأمر بعين واحدة. وما هذه تسليط الضوء على، يعني قبل مدة هو هذا الكاظمي يطالب جهاز مكافحة الإرهاب بالابتعاد عن السياسة، أليس هذا اعترافا واضحا بأن جميع حالات التي تمت معالجتها وفق المادة 4 إرهاب أنها حالات مسيسة؟ أليس هذا يستدعي مراجعة لهذه الحالات ولهؤلاء المعظمهم أبرياء؟ لا يوجد اليوم، يعني حقيقة الأمر شائك والأمر معقد مع الأسف الشديد، لكن بالنتيجة شكرا لك لا يمكن أن تتغير هذه الانتهاكات إلا بتغيير جذري للنظام السياسي القائم في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. شكرا لك دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا من عمان، ونشكرك شكرا جزيلا. الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، والشكر موصول أيضا للأستاذ السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من عمان. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.